السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعادة في فيديو جديد. نتقابل اليوم في الابيزود 2 من كابوس وورلد اللي باش نعمل فيها نظموا فيها فيديو كالعادة، دونك ستوديو سلاش روم بتاعي باش نتلاو بها وننظمها. لاحظت انو برشا فيكم عجبتهم السيريس وباش نحاول نكملها على قد ما نقدر. اليوم البروجي البوت الهدف متاعنا انو هكايا الكل غادي باش نخرجوه ونجيبوه هوني للسطح هرجو معناها، وبعد بشوية بشوية نعود ندخلو ونفردو ويتنظم في بلاستو، وبعد نعمل هكا كل شق معناها ما نعرفش كيفاش يعني باش نفصل ما بيناتهم. هوني يكون الستاب وغادي طريف قربو وش يبدأ منظم لماكسيموم كل شيء مريقل فهمني. دونك anyways let's go. سو الولاد كملت مش كملت معناها عملت خطوة باهية كيما تشوفوا، فرخت بالباهي معناها هوايج هوني معناها خرجتهم كل برا وحولت البيت الأخرى خرجتهم منظمين سو معناها باش حتى بعد في تنظيمهم يكون كل شيء سير. هذاك علاش ممكن بديت برا شوية قعدت ننظم فيهم. anyways تويكا مازلت شوية مسرعت بابا شوية تلفز ومعناها شنو نوم حكاية فارغة معناها تك تك رجلو هوني شوية معرفش قربوش مع كنت شوية مخادد معرفش فزيت هكاي تو بعد تطلع امي تريقلهم ولا حاجة سو ممكن باش يفوتكم شوية معناها من البروسيس نتاع التنظيم، مي معرفش شي تريقل ان شاء الله بالوقت. و كو معناها ان شاء الله عجبتكم الابيزود. I'm so sorry تعرف انا سديت توزن بريس كيلو راهي حذاب دونك المهم هذايا توين وصلنا. ممكن باش معناها كيما قلت لكم باش نبدا ننظم ابويا وامي خاطر ما يحبوش يظهروا هما في الفيديوهات سو نكمل هذايا هكايا معناها نكمل ننظمو وتو نعمل لكم فيسبوك اذا كان فما تطور ولا اي حكايه مانيش نصورها في الفيديو ان شاء الله نقابلو المره الجايه في الابيزود 3 من كابوز وورلد. سي يا جايز في الفيديو الجاي تشاو.